اهلا بحضراتكم من جديد. صحيح في غموض، صحيح انه ميتشو الصربي ما يعرفش حاجه عن ريني فايلر المدير الفني للاهلي، ما شافش الاهلي وافكار فايلر، فايلر على الجانب الاخر ما عندوش معلومات كافيه عن الزمالك غير الفيديوهات والسيديهات اللي شافها عن المباريات الاخيره واتفرجوا على اخر مباراتين. لكن هو المهندس عدلي حسم الليله، قال لك هو بعد 10 دقائق كل واحد عرف التاني، لا حد عايز يشوف فيديوهات ولا حد يتكلم على الغموض والسريه، كل شيء انكشف وبان بعد ربع ساعه او 10 دقائق. ورحمه الله على كابتن محمود بكر، لو كان موجود كان ارى الخطه قبل الماتش ما يبدا. فبالتالي هي ديت اجواء القمه، وهي ديت ادبيات الاهلي والزمالك، انك باستمرار في غموض، في ما اعرفش ايه، في ايه، في ايه، لا على ارض الواقع كله بيقرا بعضه وكله بيعرف اوراق التاني. بنتكلم على مديرين فنيين كلهم كبار، يعني ولهم خبراتهم. ما ينفعش ان احنا نقول فوجئه ومفاجاه. مفاجاه لما تجيب لعيب مثلا ناشئ محدش يعرف عنه حاجه زي بيليه كده في كاس العالم في السويد، وتكتشف ان في لاعب فاز ينزل يقلب لك الماتش. دي المفاجآت، تزق ميسي ولا رونالدو قبل ما حد يعرف عنه حاجه، هي دي المفاجآت. اما وان عناصر اللعبه من نفس الافراد ما عدا واحد او اثنين، فما مش هي دي يعني اللي هتغير من مش هتغير من الامور كتير. يعني اللي هيغير من الامور كتير انك انت فايلر هيقف لاول مره في مواجهه جماهير الاهلي في مباراه بطوله. هو دي المحكات بقى. كل الامور بتشي بقوه شخصيه الراجل ده. وبالمناسبه بقى لابد من الجمهور يدعمه في هذه المباراه ان كانت. لانه اول مره هيتعرفوا على بعض. فلابد الراجل يشعر انه مع جمهور مثقف واعي مدرك حجم التحديات، بيقدر يقف ورا ظهر فريقه فعلا، مش قاعد بيتعامل مع 5000 كوتش في المدرج. لان حقنا كلنا نتكلم في الكوره بس مع بعض. بس مش حقنا كلنا نوجه المسؤولين يعملوا ايه. فنتمنى برضو، مش هتفوت جمهور الاهلي انه يدعم فايلر وجهازه بكره باذن الله. فايلر لما جه ناس كتيرة اتكلمت على السيفيهات، لكنه الناس تذكرت انه اول سوبر تحقق للاهلي كان على يد البرتغالي الفاز توني اوليفيرا، كان جاي ويملك سي في هو الاعلى لاي مدرب يترشح من البرتغال تحديدا للنادي الاهلي. توني اوليفيرا لم يصادفه التوفيق عشان يكمل عقده مع النادي الاهلي. اقول لك سر؟ اتفضل. توني اوليفيرا انا كنت بتفرج واحيانا كنت اشعر انه يمسك دماغه وتروح منه ساعات. كان يعاني من مرض، كان تعبان. توني اوليفيرا لما ترشح، اللي رشحه كان مانو جوسيه، وكان بيشير اليه انه استاذه. وزي ما انت قلت اتقل سيره ذاتيه صحيح لكل المدربين البرتغال اللي دخلوا مصر. لكن انا اشك انه كان يعاني من مرض. توني اوليفيرا مؤخرا تذكر هذا اللقب الوحيد اللي حققه مع الاهلي، وكان السوبر الاول للاهلي في 2003. الزميل عمر البنوبي المحرر الصحفي ببوابه اخبار اليوم الالكترونيه اجرى حوار مع توني اوليفيرا، تذكر فيه اوليفيرا اللقب الاول للسوبر مع الاهلي. نشوفه. 28 اغسطس 2003 is a remarkable date in my career and in the history of Al Ahly club, because it's the first time that we won the Egyptian Super Cup. It was a tough game. It was a tough game decided by penalties where Adari helped us. It was for me a pleasure. I am proud to be coach of Al Ahly, big club,
and big fans. I hope that we win tomorrow this same trophy that I have in my hands. Good luck, inshallah. قيمة هذا السوبر كانت إيه بقى أستاذ إبراهيم؟ الزمالك كان راكب في الفترة دي وكسب الأهلي في الدوري وفي ماتشات الدوري أكتر من مرة. فكان كل الترشيحات تصب في صالح الزمالك، ما كانش في حد بيتكلم عن فرص الأهلي خالص. فكانت دي أول مرة الأهلي يكسر سلسلة الانتصارات ببطولة، وبعد كده يعني اقتربنا كثيرا في السنة اللي وراها من الدوري اللي راح في اللحظات الأخيرة، وبعد كده جه مستر مانو جوسي بقى فكانت شال الليلة. فكانت القضية شال الليلة كانت القضية